تحت عنوان الغردقة لمن استطاع لي سبيلا. النار أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنستعرض مع بعض اسعار الصيف في الغردقة تحت عنوان الغردقة لمن استطاع لي سبيلا. النار أيضا. ويلا نشوف مع بعض. بس احب افكركم، بس يا ريت لو تدعمونا بلايك واشتراك، عشان الموضوع ده بيشجعني ويخلينا دايما مواصلين ونقدم صورة ومحتوى افضل ان شاء الله. يا جماعة الأسعار من تحت لفوق، والأسعار دي فول بورد سوفت أول إنكلوسيف، يعني شامل الفطار والغداء والعشاء والمشروبات وسناكس بين الوجبات. ويلا بينا نخش في الموضوع. فندق سان أنديسي اللي هو موجود في الشيراتون عام 1700 قبل العيد و2400 بعد العيد. فندق زياري جينا اللي موجود في وسط البلد عام 1900 قبل العيد و2800 بعد العيد. نيجي بقى الفندق اللي أنا ما بحبهاش زي هاواي. في هواي لو جاردان وهواي ريفيرا عامل قبل العيد 2400 وبعد العيد 3200. هواي سيزر بالاس وهواي بارادايس عامل 2600 قبل العيد وبعد العيد 3700. فندق الباشا اللي هو موجود في وسط البلد عامل 2800 قبل العيد و3200 بعد العيد. فندق كورال بيتش عامل 2500 قبل العيد و2900 بعد العيد. فندق جافتون ازور اللي هو موجود في الممشى عامل 3000 قبل العيد و3300 بعد العيد. فندق ميراج عامل 3100 قبل العيد و3400 بعد العيد. فندق رويال لاجون اللي موجود في الممشى عامل 3200 قبل العيد و4200 بعد العيد. وملاحظه بس يا جماعه، الفندق ده صف تاني مش على البحر مباشر. فندق البلاسيو اللي موجود في عربي عامل 3300 قبل العيد وبعد العيد 4400. فندق نيو ايجلز عامل 3400 قبل العيد و4500 بعد العيد. فندق فارو ازور عامل 3700 قبل العيد وبعد العيد 4400. فندق سري كورنر ساني بيتش عامل 3800 قبل العيد وبعد العيد 4700. من الفنادق المحترمة جدا في الغردقة، وخاصة بعد السنة والتطوير الفندق أصبح قيمة مقابل سعر. فندق جولدن بيتش اللي موجود في الأحياء عامل 4200 وبعد العيد 4900. فندق سيجل اللي هو مش قد كده عامل 4500 وبعد العيد 5300. فندق بالم بيتش عامل 4700 وبعد العيد 5200. فندق سان رايز أكوا جوي اللي موجود في الممشى عامل 5000 قبل العيد وبعد العيد 7100. فندق جاسمين باليس عامل 5000 وبعد العيد 6200. بالمناسبه يا جماعه الفندق ده ما فيهوش اكوا بارك. فندق جرافيتي سامرا بي اللي موجود في الممشى عامل 5000 قبل العيد وبعد العيد 7700. الفندق ده يا جماعه كان ب 1600 جنيه من سنتين اتنين، واي نعم الفندق اتطور واتظبط شويه، لكن برضو انا شايف يعني السعر بقى كتير قوي بصراحه. فندق سويس ان اللي موجود في الممشى عامل 5400 قبل العيد وبعد العيد 6800. فندق كونتيننتال عامل 5400 قبل العيد وبعد العيد 7600. فندق براميزا سهل حشيش عامل 5400 قبل العيد وبعد العيد 7000. فندق جرافيتي سهل حشيش عامل 5700 قبل العيد وبعد العيد 7800. فندق شتايجن برجر اكوا ماجيك عامل 5700 قبل العيد وبعد العيد 6700. سعره نوعا ما معقول، ولك ان تتخيل ان البلاجيو اللي موجود في الاحياء اعلى من شتايجن برجر في السعر، يعني عامل 6000 قبل العيد وبعد العيد 7000. اما بقى فندق ديزرت روز اللي الناس بتحبه عامل 6300 قبل العيد وبعد العيد 8100. يعني عشان اخد اوضه سوبيريور حاجه محترمه كويسه وتكون بفيو كويس سواء على البول او سي سايد، الاوضه هتخش في 9000 جنيه. والاعجب من كده ان السندباد عامل 6400 قبل العيد وبعد العيد 7700. السندباد اللي هو صف تاني وفندق يعني متواضع، فندق مستوى وسط، عامل 6400 قبل العيد. فندق الباتروس اكوا فيستا واكوا بارك عامل 6300 قبل العيد و8600 بعد العيد. فندق الباتروس اكوا بلو عامل 6500 قبل العيد وبعد العيد 8100. فندق جنجل حبيبنا 7600 قبل العيد وبعد العيد 11200. الف ليله وليله 7600 قبل العيد وبعد العيد 8500. دانا بيتش 7900 قبل العيد وبعد العيد 9500. فندق الباتروس وايت بيتش عامل 8100 قبل العيد وبعد العيد 9900. يعني اديله 10 واخلص. في برضه فنادق اعلى من كده زي ريكسوس وشتايجن برجر بيور لايف ستايل والهيلتون، لكن يعني حفاظا على مشاعر الناس بلاش نذكرها. ولو في فندق تاني في دماغك او حابب تستفسر عن مستوى اي فندق، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وانا هقول لكم رايي والله بكل صراحه ووضوح. بس يا ريت تقولوا لي انتوا ناويين تعملوا ايه، يعني ناويين تطلعوا بالاسعار دي ولا تقللوا عدد الليالي ولا تشوفوا مكان تاني. كلمه السر السنه دي هي طابه، وبجمع لكم اسعارها واعمل لكم فيديو ان شاء الله. فيا ريت تدعمنا بلايك واشتراك وفعل الجرس علشان لما انزل الفيديو ان شاء الله يوصل لكم. بشكركم جدا على المشاهده ونشوفكم على خير. السلام عليكم.